مايكروسوفت فورمز من أحدث مايكروسوفت تولز والأبس الموجودة في أوفيس 365، واللي بتتيح لنا الفرصة لعمل استطلاع رأي أو استبيان لجمع المعلومات أو عمل اختبارات للطلاب. علشان أبدأ أشتغل عليه لازم يكون عندنا الأول حساب على أوفيس 365، وده بيسهل لنا إن احنا نعمل استطلاع رأي في خلال دقايق ونبعته لأي حد، وكمان بنحصل على النتائج بطريقة سريعة. أول ما بنفتح الميل عندنا بنلاقيه دايما موجود في الاب لانشر مايكروسوفت فورمز علشان نشتغل عليه. لما بفتحه بيديني اختيارين، الاختيار الأول هو عمل فورم اللي هو استطلاع رأي واستبيان، والاختيار الثاني هو عمل الكويز. وهنبدأ بأول حاجة بهو عمل الفورم. لما بقوله نيو فورم أول حاجة بيطلبها مني هو العنوان، فلو أنا بجمع معلومات عن ترشيد استهلاك المية فهو ده بيبقى العنوان بتاعي. بعد ما بكتب العنوان بيديني الفرصة إن أنا أضيف صورة جنب العنوان، وفي ثلاث أماكن لإضافة الصورة، يا إما هعمل عليها سيرش أونلاين أو هجيبها من على الوان درايف أو هعمل لها أبلود من الجهاز. لو عملت عليها سيرش أونلاين هيجيب لي كل الصور اللي ليها علاقة بالموضوع. أول ما هضغط على الصورة هدوس على Add، كده بقى عندي العنوان وعندي صورة لها علاقة بالموضوع. طيب لو في بقى تعليمات معينة أنا عايزة أضيفها عن الموضوع ده بحيث اللي الشخص اللي يكون باستطلاع الرأي ينفذ التعليمات دي، أو أنا عايزة أقوله مثلا السيرفي ده أنا عاملاه ليه، فهكتبها تحت في Enter Description. وطبعا الصورة اللي عندنا هنلاحظ إن هي فيها إيه؟ Edit، إن أنا ممكن أعدل فيها، أعمل فيها زوم إن أو أعمل لها زوم أوت، أكبر جزء فيها أو أصغره، وكمان أنا ممكن أكتب عليها. بعد ما بظبط العنوان والصورة اللي جنبيه هضيف الأسئلة، وعندي هنا أربع أنواع من الأسئلة. النوع الأول من الأسئلة هي الأسئلة الاختيارية، بعد كده أسئلة مقالية، أسئلة تقييمية، وبعد كده أسئلة بيتطلب الإجابة بتاعتها إن أنا أدخل تاريخ معين. أول ما هدوس Add واختار الأسئلة الاختيارية هيديني مساحة أكتب فيها السؤال، وكمان إن أنا ممكن أضيف أي نوع من أنواع الميديا سواء كانت صورة أو فيديو. لو بدأنا من الصورة هنلاقي برضو نفس الثلاث الاختيارات، إن أنا أعمل لها سيرش أونلاين أو أجيبها من على الوان درايف أو أعمل لها أبلود من الجهاز. هرجع تاني باك وأشوف الفيديو. لو هعمل اد من الفيديو بيطلب مني ان هو عايز اللينك بتاع الفيديو على اليوتيوب، فهدخله اللينك واقول له اد. كده بقى عندي سؤال بس الاجابة بتاعته بتتطلب مني ان انا اتفرج على الفيديو الاول. كمان بالنسبة للاختيارات انا ممكن هنا حطيت لي اختيارين بس، انا ممكن اضيف كمان اختيار. كل مرة بدوس على Add Option بيضيف لي اختيار، لو انا مش عايزاه بدوس على Delete اللي بتظهر جنبي. لو السؤال ده انا شايفة ان هو سؤال اجباري لازم اي حد هيكون بعمل السيرفي استطلاع رأي لازم يجاوب عليه، هدوس على Required، كده مش هيقدر ان هو ينهي الاستبيان ده الا ما يجاوب على السؤال ده الاول. كمان لو انا شايفة ان هو السؤال ده ينفع ليه اكتر من اجابة هدوس على multiple answers، فهو كده هيتيح له الفرصة ان هو يختار اجابتين مش اجابة واحدة. النوع التاني من الاسئلة هي الاسئلة المقالية. الاسئلة المقالية بدخل سؤال بسأله مثلا ايه اهمية المياه في الحياة بالنسبة لك، اي سؤال ليه علاقة بالاستبيان، وبدي له مساحة انه يكتب فيها. طبعا المساحة هنا صغيرة لو كانت الاجابة مجرد ان هي سطر، لكن لو الاجابة اكتر من كده هتحتاج مساحة أكبر، هدوس على long answer فيدينا مساحة أكبر إن هو يكتب فيها. النوع الثالث هي الأسئلة التقييمية. هنا بقول له مثلا
في الاستطلاع رأي إذن هيقيم لي سلوك معين ومدياله التقييم من 1 لـ5 نجمة، أو ممكن بدل النجمة دي أخليها أرقام فهيقيم لي السلوك ده من 1 لـ5. طب لو أنا عايزاها أكتر من كده ففي الليفلز هخليها بدل 5 يبقى 10، يبقى كده هقيم لي السلوك من 1 لـ10. آخر نوع من أنواع الأسئلة هي السؤال اللي إجابته بتتطلب إن أنا أدخل تاريخ، يعني ممكن أسأله إيه آخر مرة انقطعت فيها المياه عن المنطقة السكنية اللي أنت عايش فيها، فهيدخل لي التاريخ بتاع اليوم ده. طبعا في اوبشنز تانية بقى في السؤال، ان انا ممكن اخد منه نسخة تانية اعمل منه كوبي، فكده بقى عندي سؤالين للتاريخ، او اعمله ديليت، او انا لو شايفة السؤال ده ترتيبه مختلف هدوس على الزراير اللي هي الاسهم فوق وتحت فاغير ترتيب الاسئلة. طبعا لو بصينا هنا هنلاقي دايما بيكتب لي saved or saving، ان الاب دي اونلاين مش موجود منها اي نسخة اوفلاين، فهو بيعمل اوتو سيفنج لوحده. خلصت الاستبيان هعمله بريفيو عشان اشوف شكله عامل ازاي. اول ما بدوس على بريفيو بيوريلي شكل الاستبيان ايه لو حد فتحه من على اللابتوب بتاعه، كمان لو دوست على موبايل هيقولي شكل الاستبيان ايه لو حد فتحه من على الموبايل فون بتاعه. هدوس تاني على باك، هختار ثيم، وثيم هنا معناها ان انا هعمل باك جراوند للاستبيان بتاعي، سواء هختار لون معين او هختار اي رسمه من الخلفيات دي، فكده بقى عندي الاستبيان ليه باك جراوند شكلها حلو او خلفيه. بعد ما خلصت الاستبيان هبتدي اعمل له شير، اول ما بضغط على شير بيديني 3 اوبشنز للشير. اول حاجه only people in my organization، ده لازم يكون اي حد هتبعت له اللينك ده يكون عنده ميل على office 365، لكن لو هو ما عندوش ميل على office 365 فاختار الاوبشن التاني اللي هو anyone with the link can respond، اي حد مع اللينك ده ممكن يرد. تاني حاجه لو انا هستخدم السي بي ان ده كتمبلت ليه او نموذج هختار get a link to duplicate. واخر حاجه لو في شخص هيشتغل معايا على نفس السيرفي وهيعدل فيه هختار اخر اوبشن اللي هو get a link to view and edit، فهيبتدي يشتغل معايا على الاسئله دي، ممكن اعمل جزء من السيرفي والشخص التاني يكمل بقيه السيرفي بتاعي. وكده اكون خلصت استطلاع الراي اللي انا عاملاه وهستنى النتائج بتاعته عشان تظهر لي في الريسبونس. طبعا هو دلوقتي زيرو علشان مفيش اي حد لسه ما شيرتش اللينك مع حد عشان يجاوب لي عليه. لو فتحنا الفورم هنلاقي ان هو موجود عندي استبيان او استطلاع الرأي جاهز.